اسبوعين شفنا التحدي الاسطوري بين ريوك اف اف ووايت 444. شفنا قديش كان التحدي مرعب بيناتهم، واكيد شفنا كيف وايت قضى على مسيره ريوك اف اف بهذا التحدي. ولكن ريوك ما ظل ساكت وقاعد يبحث عن انتقامه من الارنب وايت، فعشان هيك ريوك نزل على قناته تحدي اخر بينه وبين وايت. هل ممكن ريوك راح يقدر يلاقي هذا الانتقام اللي ببحث عنه، ولا راح يرجع وايت يدمره مره ثانيه؟ هذا اللي راح نشوفه بهذا التحدي المجنون. ولكن قبل ما نبلش التحدي، انزل تحت واعمل لايك واكتب لي في التعليقات مين تتوقع اللي راح يفوز بهذا التحدي الثاني، وايت ولا ريوك؟ معكم دراجونوف، واذا كنت جاهزين يلا نبلش. اوكي ونبلش التحدي مع بعض. طبعا هذا الفيديو على قناه ريوك اف اف بالمناسبه، فاكيد راح نشوف مونتاج مجنون. بلش التحدي الحماسي. انا بصراحه عندي احساس ان ريوك راح يبدع هاي المره، بس بنفس الوقت قدامه وايت، يعني مش اي شخص. اوكي التحدي صحيح انه باول جوله، بس ما هيك الاثنين بيلعبوا بالشوت جن وبالديجل. يو اول جوله لريوك. اوكي انا عارف ان ريوك راح يكون جاهز متحمس، لانه هو الشخص اللي بده ينتقم. تمام، فالاعصابه زي النار هسه. اوكي وايت لحق حاله باخر لحظه حط ثلج. يا عمري اوه يا عمري ثاني جوله لريوك. يا الهي، لا 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 لا، ريوك اليوم وضعه غير اليوم. اوكي يو حتى وايت بلش يضيع. لا اتوقع ريوك اليوم مش ناوي على خير بالمره. قاعد طلع شفت الثلج المقلوبه. يا عمري لسه في ناس بيعرف يسووا الحركه هاي. اوكي وايت عطاه احمر. يو اول جوله لوايت، رجعت النتيجه 2-1. شكله وايت ما راح يسكت. وايت بحكي لك مستحيل اخليك ترجع تنتقم، ما راح يعطي انتقامه. اوكي بلش التحدي حماس اكثر. اوكي هذا المستوى اللي احنا ممكن نشوفه من وايت. اوكي وايت مختفي وايت. اوه والله قريبه. اوكي لا ريوك بلش يضيع الثاني. يا عمري بس ما راح يضيع للابد. يا عمري 3-1 لريوك. يو ريوك متقدم عن وايت بجولتين. يا الهي. اوكي يو بالديجل وايت اعطاه اياه 3-2. طلع وايت مش قاعد يسمح له ابدا انه يتقدم بالنتيجه. يا الهي شو المباراه حاميه بين الاثنين. اوكي يلا قراب من بعض كثير. يو وايت نازل دمه كثير. ريوك بيرجع. اوكي هيرجع لنقطة الصفر، اثنين عبوا دمهم. اوكي قراب من بعض كثير. والله هيك بتصير توتر كثير ترى لما يكون قراب من بعض. يو هاي حرام عليك ريوك، كيف ضيعتها؟ اوكي الاثنين واضح انهم متوترين، واضح جدا. شوف قديش بيضيعوا طلقات. طلع ريوك. يو اخيرا 4-2 لريوك. يا الهي الاثنين بيضيعوا طلق كثير، هذا بدل على توترهم. ريوك بالذات كثير في فرص كان له يقدر يهزم فيها وايت. طلع يو. اوكي وايت بنزل ثلج. اوكي الوضع خطير حاليا. اوكي طلع يا دوب بلعب بالثلج وايت. تحيو رجع عقل. اوكي ريوك يو طلع. لاحظ يو يا الهي القفزه. طلع القفزه. يا الهي والله سرعه مريخيه، خطف. يو يا اخوان ريوك بتقدم 5-2 على وايت. يا الهي لا شكله ريوك راح يحصل انتقامه. اوكي يا الهي سرعه تبديل الاسلحه عنده يا اخي كيف؟ طب انا بلعب بي سي والله ما بعرف ابدل اسلحه بسرعه. اوكي يلا ريوك. اوكي ريوك هل راح تاخذ انتقامك ولا لا؟ هاي قدامك الارنب اللي انهى مسيرتك، هل راح ترجع تبلشها مره ثانيه ولا لا؟ اوكي مع هذا التضييع امورك مش بالسليم. انتبه من وايت مش لاعب سهل. اوكي اثنين ترى ضايع ايمو بالاس ام جي بعرفش ليش. اوكي يو
اوكي يا الهي يا اخي ريوك يا مش طبيعي بتبديل الاسلحه. اوكي يا الهي ستقدر على وايد. يو يا اخوان شو هالمباراه الحاميه لريوك يا الهي. 6-2 يا اخوان ضايل له جوله يفوز عليه. اوكي وايد بحاول وايد بحاول. اوكي بس مش نتيجه ريوك. اوكي جولة هاي لريوك. إذا ريوك جاب الجولة بيكون انتقام مريخي. أوكي أوكي طيب يلا يلا يلا. أوكي يلا ريوك ريوك ريوك. لا تلعبش SMG شوتجن أحسن. أيوة أيوة شوتجن. أوكي وايت وايت ريوك. أوكي 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 ترى ريوك بيعرف يتخبى احسن من وايت. اوكي بس وايت اللي فاز هاي الجوله. يلا هيرجع وايت رجع مره ثانيه. وايت رجع رجع يتقدم 6-3 لريوك. يلا اوكي معقول هسه تقدم وايت. معقول وايت راح يعمل ريمونتادا مجنونه. اوكي بس مشكله جوله واحده فيش مجال للاخطاء. ما في مجال ابدا للاخطاء. اوكي ريوك ريوك بيضيق عليه ريوك بيضيق عليه. اوكي ياو ولا ثواني 7-3 لسه ضايل كمان جولة. اوكي 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 الله يا الهي شو مباراة مجنونة. ريوك ابدع بشكل بس ما بعرف ممكن وايت يعمل ريمونتادا ممكن يعمل ريمونتادا. خلينا نشوف نشوف نستنى نستنى ما نستعجل. اوكي وايت وايت هل ممكن تعمل ريمونتادا ولا ريوك راح يسجل هذا الفوز العظيم. يلا اوكي طلع طلع كل المباراة حميت على الآخر حميت على الآخر بهاي اللحظة. أوكي كل واحد قاعد دافع عن لقبه كل واحد دافع عن مستواه. يلا أوكي ريوك 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 حسيت كان راح يغدره بس تراجع لورا. أوكي ريوك بيلعب دبل شوتجن حاليا. أوكي أنا شايف إنه أفضل لريوك. أنا بشوف الشوتجن أفضل بال 1v1 تمام. أوكي قدامك جو ضيعها والله كان قدامه. اوكي 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 وايت اوكي هاي دخلوا جوا دخلوا جوا دخلوا جوا. طولت هاي الجولة كثير طولت هاي الجولة كثير حرام تروح للزون. يلا وايت 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 ريمونتادا. يلا نشوف بدنا نشوف منك ريمونتادا ثانية. يلا وايت اوكي اوكي طيب يوك وايت يا بيوم يو حرام يا الهي يا الهي مستوى اخر. الاثنين اقوى من بعض طحنوا مع التطحين حرفيا. اوكي قدامك يو يو قدامك يا الهي بس ريوك. اوه ماي جاد اقسم بالله طلع اخر ثواني ريوك ابدع. طلع طلع سرعة تبديل الأسلحة انت بس اطلع انت للجنون اللي قاعد يلعب فيه ريوك. طلع 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 يا الهي السرعة مجنونة. وبالاخر وبالاخر ختمها بهيدشوت اسطورية لوايت. يا الهي يا الهي اقسم بالله انا حاس بالحم والله العظيم حاس حالي حميد من ورا المباراة. اقسم بالله يا اخي بتقعدك على الاعصاب مش طبيعية جد جد مش طبيعية. وهيك رسميا نقدر نقول ان ريوك استعاد مجده وانتقم من وايت اللي انهى له مسيرته بالمباراة الماضية. صراحة المباراة كانت بقمة الابداع من الطرفين تمام. بس كتحليل بسيط للمباراة انا كنت الاحظ كم شغلة. صراحة ريوك يستحق الفوز تعرفوا ليش؟ انا كنت الاحظ انه وايت كل ما كان يلعب اسرع كل ما بصير ذا ايمو يضيع اكثر. وحتى كنت احس انه ما بيكونش مسيطر كثير على عكس ريوك اللي كان بغض النظر عن قديش يستعجل باللعب كنا نلاحظ انه لا لساته ايمو منيح لساته عارف يسيطر على اللعب. وعشان هيك هو اللي فاز بهاي الجوله. فعشان هيك تقدر تقول النتيجه صارت 1 لريوك و1 لوايت. فالاثنين متعادلين وما نقدر ننكر انه الاثنين لاعبين محترفين جدا. وطبعا هذا التحدي يعتبر رسميا عوده ريوك مره ثانيه لساحه فري فاير لانه اخر مقطع فري فاير كان منزله كان قبل سنه قبل هذا المقطع وحتى بعديها نزل كمان فيديو. فبصراحه ما عندي فكره ايش المستوى اللي وصل له ريوك بعد الاعتزال هذا. بس ما انه قدر يغلب وايت اكيد في انه في مستوى مجنون استنانا حاليا. فاذا حابين نعمل فيديو ردة فعل على المقطع هذا اكتبوا لي تحت في التعليقات وما راح احضره الا لما اشوف كميه كبيره من الناس بيطلبوا هذا الفيديو. وطبعا طريقه انك تسجل في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. واذا ما حضرت الفيديو تبع التحدي بين وايت وريوك الاول الفيديو راح يطلع لك هسه على الشاشه ضروري تروح تحضره. وبالنهايه كان معكم دراجون ودمتم في رعايه الله.